مساء الخير من صالة تحرير المصر اليوم وآخر التطورات والأخبار المتعلقة بالانتخابات الأمريكية. ترامب وبايدن يكثفان تجمعات الانتخابية في عدد من الولايات في اليوم الأخير من الحملة الانتخابية قبل اليوم الرسمي للتصويت، وترامب مهدد في الولايات اللي كسبها في 2016. قرر ترامب أنه يقضي آخر يوم في حملته الانتخابية في 4 ولايات كسبهم في 2016، ولكن استطلاعات الرأي بتشير أن تلك الولايات بتتجه للحزب الديمقراطي. في المقابل قرر بايدن أنه يركز على ولايتين كسبهم أيضاً ترامب في 2016. ترامب يحاول يتجنب أنه يكون أول رئيس يفشل في الحصول على ولاية تانية منذ أن حدث ذلك في عام 1992 مع جورج دبليو بوتش. ترامب هيختتم حملته الانتخابية في ولاية ميتشيغان في تجمع انتخابي منتصف الليل قبل التصويت الشعبي. في المقابل قرر بايدن أنه يقضي آخر يوم في الحملة الانتخابية في ولاية بنسلفانيا مع زوجته ونائبته كامالا هاريس وزوجها. بعد كده هيتجه بايدن لولاية أوهايو المجاورة. ولاية أوهايو كانت محسومة لترامب في 2016، ولكن استطلاعات الرأي بتشير أن النتيجة في تلك الولاية متقاربة جداً. بايدن لازال بيركز في حملاته الانتخابية على تعامل ترامب مع فيروس كورونا، وبالفعل ترامب خرج في تصريحات مثيرة للجدل أيضاً. أول تصريحات بيشير فيها إلى أنه قد يقيل أو سيقيل كبير الأطباء أنتوني فاوتشي بعد انتخابه في حال انتخابه في 3 نوفمبر. ترامب ما زال متأخر في استطلاعات الرأي أمام بايدن، ولكن الصراع في الولايات المتأرجحة متقارب بشكل كبير، وممكن يحاول ترامب أنه يتقدم ويحصل على أصوات في المجمع الانتخابي اللي هيحسم النتيجة. آخر خبر معانا متعلق بالتصويت المبكر، 92 مليون بالفعل صوتوا في التصويت المبكر قبل يوم الاقتراع الرسمي. كانت دي أبرز التطورات، كونوا معنا في تغطية يومية حول الانتخابات الأمريكية الرئاسية.